ابتدي مع حضراتكم، والنهارده طبعا يومنا العظيم، يومنا اللي كله اثاره وكله احتفالات وكله متعه كرويه. الكل بينتظر النهارده انطلاق ساعات قليله جدا وهتفصلنا عن المونديال. يعني بيبدا العالم كده لحظه بلحظه في متابعه الحدث الاهم في العالم، واللي بيخص طبعا كل عشاق الساحره المستديره في كل مكان، في اوروبا، في افريقيا، في اسيا، في امريكا. ولازم كلنا هنتابع على الاقل اخبار المونديال، هنتابعها مع حضراتكم كل يوم، وهنستمتع بالاثاره والكوره الجميله جدا. كل المنتخبات هنشوف كل واحد هيشجع يعني مين المنتخبات. كل واحد طبعا بيتفرج بيكون بيعشق نجم معين، عايز يتابع المنتخب اللي هو بيلعب فيه. اخبار الفرق العربيه بشكل خاص هنتابعها مع حضراتكم برضو، واخبار الفرق الافريقيه. النهارده اعلن المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه توجه رئيس عبد الفتاح السيسي الى دوله قطر الشقيقه لحضور حفل افتتاح كاس العالم لكره القدم، واللي هيقام بالعاصمه الدوحه مساء اليوم. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي بتأتي تلبية لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر. النهارده على ملعب استاد البيت في قطر هتقام مباراة الافتتاح ما بين قطر والإكوادور. قطر أول مرة بتشارك في المونديال بصفتها الدولة المنظمة، مع المدرب الإسباني فليكس سانشيز ومعها مجموعة لعيبة مميزين جدا جدا جدا. وخلوني أقول الأبرز منهم لحضراتكم: الحارس سعد الشيب من نادي السد، المدافعين طارق سلمان من السد، وخوخي بالعلام من السد، وبسام الراوي من الدحيلة. من لاعبي الوسط المميزين حسن الهيدوس، لعب اكثر من 160 مباراه دوليه، واللاعب المميز عبد الكريم حسن، ولاعب الريان عبد العزيز حاتم، والمهاجمين اكرم عفيف لاعب السد، والمعز علي لاعب الدحيل، وصاحب الاصول المصريه احمد علاء الدين لاعب الغرافه. طبعا وبنتمنى كل التوفيق يا رب لمنتخب القطر الشقيق، وان شاء الله نتيجه ايجابيه تكون في مباراه الافتتاح. ومش بتكلم بس على نتيجه ايجابيه، بتكلم كمان على إثارة ومتعة وأداء مشرف يليق فعلا بمنتخب. الحقيقة أنه منتخب قطر صاحب الأرض، صاحب بنقول لحضراتكم الدولة المنظمة كمان، فطبعا ده بيدي أولوية وبيدي كمان حماس، وبيخلي الجماهير أعداد بتدي دفع معنوية لكل اللعيبة المتواجدين. بنتمنى إن شاء الله أن ده يكون في صالح منتخب قطر النهاردة، نستمتع بيهم، نستمتع باللعيبة اللي بالتأكيد عندهم حماس شديد جدا. يمكن نتكلم على مستوى المواجهة في البداية كده، كنا بنتحدث مع حضراتكم بالأمس أنه يمكن تكون المواجهة مش زي مواجهات كتير جدا هتكون ما بين دول عربية في أول مواجهاتها. يعني نتكلم في السعودية، أول مواجهة هتكون مع الأرجنتين، من المواجهات القوية جدا أيضا. فلا يعني الإكوادور، منتخب الإكوادور مش هيكون بالقوة اللي بنحكي عليها أعتقد كده يعني، وده اللي الناس متنبئة له. ولكن في البعض بيقول ان ده ممكن يخلي الحماس يزداد عند لعيبة منتخب قطر، ويخلي عندهم امل ان هم يقدموا اداء رائع في بداية المباريات، ما يحبطوش من بداية البطولة، وده يعمل دفع عندهم خلال المباريات اللي بعد كده. خلوني كمان اقول مع حضراتكم اهم لعيبة منتخب الاكوادور، واللي معظم لعبته في دوريات امريكا اللاتينية وامريكا الشمالية، سواء كان في المكسيك في الارجنتين. يعني منتخب بيمتاز بالكرة الجميلة جدا، حتى لو كان مش عندهم نجوم في اوروبا، باستثناء طبعا ثنائي نادي برايتون الانجليزي جيرمي موسيس كاسيدو، معهم طبعا المهاجم الهداف انزو فالنسيا. عايزة بقى اروح مع حضراتكم لأهم وأبرز الظواهر اللي تابعناها معاكم في المونديال الحالي، واللي كانت مختلفة وجديدة. الحقيقة إنه التنظيم رائع جدا، وطبعا لأول مرة بيقام المونديال في دولة عربية، ودي حاجة عظيمة جدا. وأول مرة تقنية التسلل هتبقى شبه آلية، وأول نسخة هتقام في منتصف الموسم، يعني أول حاجات كثيرة قوي. والحقيقة إنه برضو هيكون موجود تقنية تبريد الملاعب، دي من الحاجات المهمة جدا، وما اكتفوش فقط إنه المباراة هتكون تم تغيير موعدها أو البطولة تم تغيير موعدها، لا كمان التقنية دي تفرق بشكل كبير جدا، وأول مرة هنشوفها، وأول مرة مشاركة حكام من السيدات، بجانب زيادة طبعا عدد التبديلات الإضافية كمان لوجود منصة لضعاف البصر. كل الحاجات دي لأول مرة، كل الحاجات دي هنعيشها مع حضراتكم لأول مرة. والحقيقة احنا بنحيي قطر والشعب القطري على التنظيم الرائع، على الاحتفال، على الحفاوة اللي استقبلوا بيها كل المنتخبات وكل الجماهير المتواجدة،
وكل الوفود اللي عماله توصل يوم بيوم للمونديال عشان تكون حاضره وبتشجع فرقها. اعتقد ان كل الامور اللي بكلمكم عليها دي بتقول ان احنا هيكون ان شاء الله عندنا مونديال قوي جدا ومتميز جدا في امور كثيره. مشاهده المباريات هتكون ان شاء الله ممتعه وهتكون جميله جدا بالنسبه حتى للفرق اللي مش بتشارك او لحتى الجماهير اللي مجرد ان هي بتتفرج على الكره الحلوه زي طبعا منتخبنا المصري. الجماهير المصريه بيعشقوا المونديال لكن منتخبنا المصري مش بيشارك في البطوله، ولكن رغم كل ده هتلاقونا بنتابع وهتلاقونا عندنا شغف حب كرة القدم، وكل واحد مننا برضو بيحب منتخب وبيحب لعيبة معينين طبعا هيتابعهم ويكون بيهمه أمر المنتخب ده على مدار البطولة. بما ان احنا بندردش عن المباراة الافتتاحية واهميتها، تعالوا كده برضو نستعرض مع بعض ونفتكر ابرز النتائج اللي كانت في المباريات الافتتاحية، وهل المفاجأة ما زالت حاضرة في الماتشات اللي زي دي ولا لأ؟